نهار 14 جان في كان معناتها نهار تحسوا فما نوع الماء معناتها من ستريس موجود. نخدم انا العشيه عندي اخبار نتاع 8 مشيت يمكن مع الاربعه. تحس اللي البلاد معناتها فارغه، دخلت التلفزه فارغه. ما نعرفش انا شنو بالضبط اللي موجود. نسمع وانه معناتها الجيش توق المطار، ما نعرفش علاش. عندنا الريزيفينال معناتها فارغه، دخلت السيدو نلقاه فارغ. اتصل بيا معناتها السي الاسعد الداش اللي هو الوقت هذاك مدير نتاع الاخبار، وجاء معناتها يجري قال لي جا محرز. مشيت تبعته دخلنا البوست معناتها تكنيك باش ناخذوا كاميرا، زاد ما لقينا حتى واحد، ولا خلع هو الباب وجبد لي كاميرا تستيناها. قلت له علاش؟ قال لي توا باش تمشي للمطار. ما سالتوش انا علاش تمشي للمطار، ماشي في بالي معناتها فما الله اعلم معناتها ايفينمون، فما اريفي، فما ديبار، مانيش عارف شنو اللي فما بالضبط. بون الوقت هذاك يمكن حوالي الخمسة ونص الستة، خرجت انا المطار كيس فارغ، دخلنا حتى المطار. لقاو معناتها الجيش متوق المطار، دخلت انا المطار الداخلي نكلموا حتى واحد معناتها ما عطاني لا من عدل لا من صرف. ولاو بعثونا للقاعه الشرفيه، مشينا للقاعه الشرفيه نلقاو معناتها الامن، نلقاو معناتها الحرس، نلقاو معناتها الجيش، نلقاو الامن الرئاسي معناتها موجود. وقت اللي انا طلبت معناتها تعزيز من ناحيه الكليراج، طلبت التلفزه باش يبعثوا لي تعزيز، معناتها فقت اللي فما حاجه في البيست، فهمتني؟ بون جا التعزيز، جابوا لي وليد هذا يخدم معانا، جاب الكليراج وزاد جاب كاميرات، خلنا دوز ايكيب نخدم معانا، وهو البيست اظلم وبالتورش نتاع الكاميرا معناتها عبيد في وسطها، عبيد والعبيد هذوما بون قالوا ترابط سيء. واقف البرة معناتها في القاعة قدام القاعة الشرفية، شعل سيجارة وبحث واحد أمني بالتليفون يحكي، قال له الله أعلم مع شكون يحكي، قال له نسمع كان سي محمد مدري شنو، قال له وتلفت قال لي اللحظة اللي كان باش يكون حمام دم. ما عرفتش اللي بن علي مشى، عرفت اللي طرابلسية غادروا باش يغادروا هكا هو. حدني غد مطار، هاني نقول لك احنا صورنا كار موجوده في البيست تاع المطار، با بليس سكاو ما فما حد شيء. بعثوا لي معناتها استدعاء طريق التلفزه التونسيه، هذا هو معناتها الاستدعاء. الاستدعاء هذايا معناتها هو الحضور لإدلاء معناتها بشهادة. المكتوب هذايا رقم 415 بتاريخ 26 مارس 2011 وارد عن التلفزة التونسية من وزارة الداخلية. مشينا للعويلة باش ندليو معناتها بالشهادة نتاعنا، بالشهادة نتاعنا. واللي سرحت به هنا توا معناتها سرحت به لدى اللي يهمهم الامر في العوينه.